يسلم، شوفه. مع السلامة. سلمي لي على أمي. ايه بيوصل. شوفك حبيبتي. ماشي. من عيدة غير مرة. سلمي. مرحبا. أهلين جميلة حبيبتي، كيك؟ منيحة كتير، شو من زمان ما شفناكي. والله كنت مشغولة شوي. يلا بشوفك بعدين. الله معك. مع السلامة. أمي عطيني مفاتيحك، بدي روح لأنه طلعت ونسيت مفاتيحي. طولي بالك شوي، ليش مستعجلة على روحة على البيت؟ ما بدك تعرفي شو صار بغيابك؟ شو صار؟ بالأول بدي منك توعديني تمسكي أعصابك وما تبكي شو ما سمعتي. بوعدك. مؤيد عامل عملي. وهيك تبكي جميلة، ما بيستاهل دمعة من عيونك. من لما انفصلنا أنا ومؤيد ما بقى يهمني أي شي بخصه. ها تتذكري لما قلتي لي إنه هو وبانا سافروا لبرات البلد؟ ايه بتذكر. اها الظاهر إنه نتزوج هنيك قبل ما يجوا. بلى. كان عيونه كل الوقت بالأرض، موطي راسه ومو قدران يحكي ولا كلمة، والزلمة كان عم يصرخ، وحتى أمه عصبت قالت له ابني على القليل يحكي لك شي كلمة، وهو ساكت. كل هالشي صار وما طلع من تمه حرف. ما عرفتوا مين هذا الزلمة؟ لا ما قدرت أعرف، أصلا كان جاي بسيارة الشرطة وما حدا قدر يفهم ليش. وشو علاقة الشرطة؟ والله ما بعرف، بس اللي شفته أنه سيارة الشرطة كانت واقفة قدام باب الفرن. يعني حتى لو متزوجين بدون علم أهلهم الشغلة مو مستاهلة للشرطة. أمي مو مؤيدة للجواز. لكن مين بقى؟ قصدك مهند؟ الزلمة قال ابنكم، فإذا مو مؤيد بيكون مهند. أنت بتعرفي شو مخبيتي عني؟ يلا قولي. وطي صوتك بلا ما يسمعونا. الله الله، مهند عم يحكي لك الأسرار؟ أمي الله يخليكي، الموضوع سر. أنا السر هذا، الحارة كلها صارت تعريف. كوثر خانم جبلكم شاي؟ لا يسلموا، أنا ما بدي أشرب. جميلة. وهي ما بدها أصلاً، ممطولة بعد شوي رايحة على البيت. لك يلا حكي لي بقى.